اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. هما سؤالين وكل سؤال فيهم ليس بمصري ابدا ولكن على النطاق العربي. هو اي مدير فني بيخفق ما بيحققش النتيجة المرجوة منه مصيره الى زوال بيمشي؟ بنقول له شكرا جزيلا مع السلامة، مش محتاجينك تاني. هو ده الفكر اللي دايما موجود في اوطاننا العربية. يعني اي بني ادم، اي مدير فني، اي مدرب ممكن يخطأ، يفكر غلط، يقرأ المباراة بطريقة خاطئة او بطريقة مش سليمة، لكن العلاج دايما هو البث. السلام عليكم. ده اول سؤال. السؤال الثاني هو ليه دايما البديل بيكون اجنبي؟ هل لان احنا ما عندناش فكره انه ابن البلد هو اللي يقود الدفع؟ او احنا بنحتاج للخبير الاجنبي عشان ما بنفهموش ويفهمنا على طول؟ بيتقبل سهام النقد لانه تقريبا ما بيعرفش ايه اللي موجود في الجرايد الا عن طريق المترجم؟ ايه اللي بيحصل بالظبط يعني؟ ولا ممكن يكون في من تحت الترابيزه في امور اخرى غريبه مريبه خفيه علينا او على وسائل الاعلام وما بنعرفش العود بالظبط بتقول ايه؟ يا ترى الصح فين يا جماعه؟ ان احنا نعيد تاهيل نفسنا عشان نواكب العالميه، ولا نجيب الناس اللي متاهله جاهز يجي يقودوا بلداننا العربيه؟ يا ترى راي ضيف الكريم ممكن يكون ايه؟ ولكن من هو؟ تعالوا نشوف. في الملعب ده وماتش الاهلي والمقاولين ان هو برضو اللي عمل الاوفر اللي جاب منه علي ماهر جون الفوز. محمد عماره بيجيب جون غير متوقع. يا ولد يا ولد يا جلبرت لعماره وكوره بالعرض خطره وهوبا يا جون جوه جون احمد صلاح. جون جميل. شوفوا جمله تكتيكيه اهلاويه حلوه قوي يلعبها عماره ايه ويخش على طول عاليه تعدي مفيش حد ويطلع فوق يلعبها بالهيد على طول تاني جوده تيجي في القايم ويخش يعملها باكورد جميله جدا في الزاويه البعيده احمد صلاح حسني. شوفوا هو غريب ان يكون في حد في اي مركز غير مركز المهاجم ويجيب جول. ويا سلام بقى لو لعيب زي عماره لده موضوع كبير الحقيقه. لكن الفكره ان عماره زي ما هو كان متعمق ونجم من نجوم كره القدم المصريه على النطاق المحلي، لا ده كمان خاض التجربه في عند الماكينات الالمانيه في المانيا في بلاد المانشافت. الحقيقه كان عنده اداء راقي مميز، فكر مختلف في كرة القدم، وانا بحب اقعد مع دردش الحقيقة. ازيك يا محمد؟ الله يخليك يا ابو حميد، نورت وشرفت. الله يخليك. بيفكرني في مبروك على البرنامج الجديد ان شاء الله يكون ربنا حاجة تعجب المشاهد الكريم يا رب. اللهم امين. خلينا نخش كده عشان بدل ما يقولوا علينا متعمقين في شأن المصري فقط، لا خلينا نشوف المجموعات كلها بتقول ايه. في المجموعة الأولى أنا عندي التصدر كان للبافانا بافانا جنوب أفريقيا ثم الكونغو نيجيريا والسودان، لكن باستعراض النقط 12 نقطة لجنوب أفريقيا 10 نقط للكونغو، نصور نيجيريا أيام كانوا نصور الحقيقه 8 نقط، والسودان بتتذيل قاع المجموعه بثلاث نقط. السؤال رقم واحد يا محمد، نيجيريا وجنوب افريقيا المباراه بتاعتهم ما حدش فيهم طلع بحاجه، التعادل هنا كان بطعم الهزيمه مش الفوز. ليه؟ جنوب افريقيا ما قدرتش تفوز على نيجيريا ولا مره على النطاق الرسمي. النقطه الاخرى او على الصعيد الاخر، نيجيريا حامله اللقب بتودع التصفيات. بالتاكيد طبعا غريبه طبعا، انما الاغرب ان احنا برضو بقالنا 3 سنوات ما بنخشش ال لا ده احنا موضوع كبير. لا يعني برضو الكره فيها كل حاجه، انما طبعا انا شايف ان نيجيريا بقالها فتره كان فيها استقرار مع المدير الفني النيجيري الوطني، مجموعه من اللاعبين على مدار الثلاث اجيال الوسط ثم الشباب ثم الكبار ما حاولش ان هو يغير مره واحده فيهدي فريق زي ما بعض الفرق الافريقيه كانت عندها تجربه صعبه جدا، ومنها الكاميرون كان فتره من فترات غيروا حوالي 27 او 26 لعيب اللي هم كانوا الهيكل الاساسي بتاع منتخب الكاميرون بعد ما كان احرز البطوله سنتين برضو ورا بعض. انا شايف ان نيجيريا طبعا الكيرف بتاعها في يعني في النازل، وده وضع طبيعي جدا ان انت لما بتاخد بطولة كبيرة زي البطولة الأفريقية وبتوصل كأس العالم والمدرب بقى له حوالي انت على القمة فالكيرف لازم 5 6 سنين في استقرار في الفرقة،
فاوريدي المستوى العمري بيبقى محتاج تغيير، بيبقى في حاله من التشبع عند المسؤولين والجماهير، لازم يبقى التغيير موجود، ولكن هي دي طبيعه كره القدم. طيب انا يعني انا هتفق معاك مش هخالفك، لكن دايما انا بفكر ان الكيرف ما بينزلش مره واحده، يعني مش وانا في لا هو بينزل وبعد كده بيطلع، بلاقي نفسي ما بقتش خالص موجود. يعني هي فكره انه حتى التدرج سواء انا طالع او انا نازل، يعني وانا طالع الى المقدمه او الى القمه او وانا بتدحضر الى القاع، كان لازم يكون في يعني واحده واحده يعني. طب عندك تفسير ليه السودان بتتزايل المجموعه؟ يعني الكره السودانيه ليست بالفقيره لهذه الدرجه. يعني في اسلوب لعب في السودان، ليه بيوصلوا لثلاث نقط ثلاث نقط؟ هو بصراحه انا يعني برضو مستغرب السودان الفتره او السنوات الاخيره، المفروض هم عندهم انتعاشه قرويه بالزبط. بيجيبوا مدربين على اعلى مستوى من الخارج، سواء على مستوى المدربين الاوروبيين او اتجهوا في الفتره الاخيره للمدربين العرب. وكان طبعا الكابتن حسام البدري كان له تجربه مع النادي المريخ السوداني. واعتقد ان هم عندهم امكانيات كبيره جدا ان هم يقدروا يخشوا في تصنيف احسن من اللي احنا بنشوفه ده. صحيح. المستوى السوداني على المستوى الافريقي ما يعني ما عندوش تاريخ، ما بنشوفش المستوى، ما بنشوفش المنتخب السوداني على طول مثلا في الامم الافريقيه، يعني دائما بنشوف الهلال والمريخ في الكونفدراليه الافريقيه او البطوله الافريقيه كفرق، انما كمنتخبات انا يعني انا برضو السؤال ده محيرني جدا. بسمع على عن الارقام اللي هي بتدفع للمدربين واللعيبه، ارقام محترمه، ارقام كبيره، يعني انت المفروض ان انت تستخدم مدربين بالحجم ده يبقى عندك مسابقه قويه جدا. صحيح. انما انا ما اعرفش الثقافه الافريقيه تقريبا يا استاذ محمد، واحده في السودان، في نيجيريا، في الكونغو، في يعني الثقافه في مصر، فتقريبا انا حاسس الثقافه دي كان فيها مفاجآت كتير. طيب نخش على المجموعه الثانيه. انا عندي في المقدمه الجزائر الخضر محارب الصحراء 15 نقطه، مالي في المركز الثاني بتسع نقط، ثم ملاوي، ثم اثيوبيا باربع نقط فقط في قاع المجموعه. انا هتوقف هنا بعد استعراض الجدول عند مباراه مالي والجزائر. الجزائر قمه المجموعه، كانت المباراة لا قيمة لها، يعني بالحسابات خلاص هم عدوا وعدوا التصفيات خلاص وداخلين إلى غينيا الاستوائية، لكن الفكرة أنه لما كان الختام على نهج مختلف للي بدأوا فيه في كل المباريات اللي فاتت، وليه مالي كانت شد حيلة قوي على منتخب الجزائر؟ نقطة الضعف هنا إيه؟ إن إحنا فقدنا الهدف يا كابتن عمارة؟ ولا؟ أولا هنبدأ بمالي. كويس. هي من التصنيف الأول على المستوى الإفريقي السنوات السنوات اللي هم العشر سنوات تقريبا اللي انا عاصرتهم في الفتره الاخيره مع المنتخب. يعني في خمس بطولات بيجمعوا يعني 10 سنين تقريبا كنت متواجد وشايف مالي بالنجوم باللعيبه المحترفه اللي عندها تصنف من على المستوى الافريقي من التصنيف الاول. فمالي بالنسبه لنا مش مفاجاه ان هي يعني داخله مع الكبار بشكل قوي، لان هي اشتغلت للموضوع ده. تمام انا معاك، بس ده على مستوى مالي. لكن المشكله ان الجزائر كانت عنفوان، في عنفوان في الماتش في المباريات. ما انا جاي يعني خليها في الجزائر طبعا بتشهد فتره برضو طفره كبيره جدا من برضو الانتعاش بتاع كاس العالم ولاعبين جدد، وبقى لهم كان فتره مش على الساحه الافريقيه في البطولات الافريقيه وكاس العالم، مره واحده بيخش التصنيف عند 23 لاعب محترف. التصنيف المحترفين على اعلى مستوى، يعني النهارده احنا عندنا خمسه او اربعه بنقول يلا يعني احنا عندنا اللاعبين المحترفين. والله انا يعني في سنه من السنين يا استاذ محمد كنا بنلاعب كوت ديفوار في سنه من السنوات في بطوله برضو افريقيه، ما اعرفش كانت في كانو في نيجيريا تقريبا. وكان اللعيبه ال 22 اللي هم موجودين في المعسكر كلهم محترفين. كان عدد اللعيبه حوالي 145 لعيب محترف. ما شاء الله. ده انا بكلمك من فتره ورا شويه، انما لا انا متابعهم يعني من ساعه المونديال الاخير، هم عندهم الجزائر بالتحديد عندها 23 لاعب ب 23 نادي احترافي، كتيبه كلها بتتكلم بلغه، كان ناقصهم بس ان هم يتناغموا مع بعض. وحصل. شوف بقى من ساعتها، من ساعه ما خلصنا المونديال الاخير في بلاد الصامبا لحد ما انت بتتكلم في الماتش الاخراني ده، الفريق زي الفل.
ايه بقى اللي خلى مالي يعني ليه كعب مالي في المباراه دي تفوق؟ انا شعرت انه الهدف هو اللي ما كانش موجود، انا خلاص عديت ببساطه يعني اريح. هو انت حضرتك عايز تقارن مصر وتونس مثلا او الجزائر ومالي، يعني كان الهدف هي نفس مصر الهدف زي ما هي يعني كده زي ما هو تونس هنا الطموح بيختلف زي ما حضرتك ذكرت، طموح اللعيبه كان مختلف، الاراده ان هم يعملوا حاجه لبلدهم كان موجود بعكس مثلا مصر. انا بس بقارن الفرق لان احنا انا لقيت خيبه كبيره جدا من لعيبه مصر موجوده في التصفيات دي وفي السنوات الاخيره مع المنتخب بالتحديد، فرغبه اللعيبه كانت هي العامل الاساسي. لعيبه عندها مسؤوليات، يعني اللعيب المحترف دايما بيبقى بيفصل حياته كلها لما بينزل داخل الملعب، فانا بشوف ان المجموعه المحترفه في مالي اعتقد ان كانت الدوافع بتاعتها اكبر بكتير من هي تنزل تقدم مباراه وخلاص. يعني عماره وقعت يا عماره في المنتخب المصري مش هنجل المجموعه خليها ثلاث المجموعه رقم ثلاث انا بمشي بالترتيب، الجابون في المركز الاول، بوركينا فاسو ب 11 نقطه في المركز الثاني، فرق نقطه واحده عن الجابون متصدره المجموعه الثالثه، ثم انجولا بست نقط وليسوتو بنقطتين، ما فيهاش حاجه كتير نتكلم عليها، لكن المجموعه الرابعه هي اللي فيها نقطه في غاية الأهمية وغاية الحساسية الحقيقة. الكاميرون بتتصدر المجموعة ب 14 نقطة، ثم ساحل العاج ب 10 نقاط، ثم أفضل توالد بقى في المجموعة كانت جمهورية الكونغو هي دي اللي عدت كأفضل منتخب ثالث هيروح لغينيا الاستوائية، ثم سيراليون في المركز الأخير بنقطة واحدة. السؤال هنا يا كابتن عمارة، الكاميرون وساحل العاج قدموا لنا جزء في نهاية المباراة سمي كده على موقع التواصل الاجتماعي بالغير اخلاق، الفير بلاي ما كانش موجود. يعني انا عدي الاثنين بيلعبوا كوره، فريق قاعد بيتفرج عامل كده بيتفرج، والتاني بيلعب كوره قدام الجون، يا ايه الحلاوه دي، كانها تقسيمه في ارض الملعب. لما القانون لا ياخذ موقف من هذا الامر؟ ليه الحكم ما خدش موقف صفر قبل الوقت بتاعه حوالي 30 او 34 ثانيه؟ القصه دي ازاي بتحصل واين الكاف منها كمظله رقابيه للمباريات؟ لا هو الكاف عنده الكيل بميكالين برضو على المستوى الافريقي، يعني بنشوفه برضو التواجد بتاعه مش قوي وقراراته مش حاسمة، يعني القرارات فيه احيانا يعني فيه احيانا مباريات بيبقى محتاج فيها قرارات قوية، ممكن خصم عدد من النقاط، وقف لعيبة، في مشاكل كتير بتحصل، انما في السنوات الاخيرة انا بشوف ان هي قلت قوي. الكاميرون وساحل العاج اعتقد ان دي مجموعة كانت يعني من قبل ما تبدا الكاميرون وساحل العاج، لا بس خد بالك لو ما كانش جرى، يعني انا مش قادر اقول ان هو اتفاق عشان ما اقولش حاجه من عندي، لكن الكونغو عندها 9 نقط وساحل العاج 10 نقط، الكونغو يعني لو واحده فيه لو ساحل العاج كانت اتغلبت من الكاميرون كانت خلاص الكونغو هي اللي طلعت تاني، الكونغو الاخر دي بتحارب على احسن توالد. فانا شايف الفرق الكبيره يا استاذ محمد زي الكاميرون وساحل العاج عندها خبرات التصفيات موجوده، عندها اللعيبه برضو عندها مسؤوليات، يعني عندك مثلا في ساحل العاج عندك لعيبه بحجم يا توري عندهم خبرات افريقيه، واللعيبه الموجوده انا بشوف ان هم بيرجحوا كفه ساحل العاج دايما، وعندهم القائد الكبير بقى اللي انا يعني دروجبا انا بشوفه حد مختلف في هذا الزمن، يعني لعيب بيمشي مش هيشوف الحضري بقى يقول انت الكره ما بتجيش ليه لا يعني انا يعني بجد انا من الناس المعجبين جدا بهذا اللاعب، يعني اي حته بيروحها، يعني اخر مرحله كانت قبل الدوري الانجليزي لما يرجع قبل ما يرجع لتشيلسي كانت في تركيا، شفناه عمل مع جلطة سراي، شفناه عمل المباريات في الشامبيونز ليج على مستوى عالي جدا، ومتوقع الفتره الجايه ان هو هيخش في الجهاز الفني لتشيلسي مع مورينيو، فعندك اللعيبه الكبار دول برضو يعني بيبقى لهم ثقه، لهم تقل في الملعب. عشان دروجبا بيزيدوا حلقه ورا ثانيه خلي بالكم انا هعدلكم يعني عموما لا عشان انا لعبت معاه بس واعرف امكانياته كويس يعني. المجموعة الخامسة عندنا غانا وغينيا هم اللي عدوا، في المجموعة الستة رأس الأخضر عدى ومصر ما عدتش يا جماعة، زامبيا في المركز الثاني في المجموعة الستة ب 11 نقطة. إيه اللي بيحصل مع منتخب الفراعنة؟ تونس أخبارها إيه في المجموعة؟ يا ترى الأداء هيستمر بهذا النهج؟ ماذا عن الكابتن شوقي غريب؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، انا اتمنى الا يغضب مني احد في الكلمات القادمه،
وبالتحديد انا بتكلم عن الكابتن شوقي غريب، لان انا ببساطه شديده انا عايز اعرف هل هذا الرجل قرأ المباريات خاصه الاثنين الاخرين، يعني لقاء السنغال او لقاء تونس، هل اراهم بشكل مميز وجيد ومحترم واللعيبه هي اللي ما ادتش اللي عليها، ولا انا من الاساس ما كانش عندي فكره اصلا، من الاساس انا نازل خسران. خليني اقول لكم على ترتيب المجموعه في البدايه. المجموعه رقم 7 بدايتها عند نصور قرطاج، تونس ب 14 نقطه، ثم السنغال ب 13 نقطه، مصر في المركز الثالث مش عايزه تطلع يعني الحقيقه، بس هي خلاص ودعت التصفيات بست نقاط، وبوتسوانا عندها نقطه وحيده. سؤال هنا يا كوتش، انا هبتدي من اول التشكيل في المباراتين على اساس انه اول كلمه بتتقال على اي مدير فني ان هو بيقرا الجيم من اوله، من اول اختياره للتشكيله، اختياره للعيبه، للكتيبه اللي هتقود المباريات، مش كده كوتش؟ طيب هل تشعر ان الكابتن شوقي غريب كان على قدر المسؤوليه؟ إذن الابتسامة تأكيد معنا. لا 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 هو احنا بس مش عايزين، بس انا مش عايز ازعله، بس انا عايز الحقيقة. لا 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 انا عمري، وانا ما ينفعش الشرق يبقى بيتكلم في اليمين، وانا عمري ما بقول يعني. عمري ما بقول غير الحقيقة. طيب هو كابتن شوقي غريب طبعا يتحمل جزء من المسؤولية والجزء الأكبر كمان. طيب هو الجهاز الفني مش مختلفين. طب الجزء الباقي عند مين؟ عند اللعيبة طبعا. عند اللعيبة، اللعيبة كان المفروض يبقى دورها أقوى من كده. إنما كابتن شوقي غلط. كابتن شوقي من بداية التصفيات احنا ما شفناهوش ثبت التشكيل. كل مباراة بيغير حوالي 5 أو 6 في التشكيل، اخرهم المباراة الاخيرة 3 في المباراة اللي هم كانوا في السنغال ما لعبوش، و3 جداد لعبوا، اللي هو خالد قمر طبعا اللي كان قبليه عماد متعب، احمد المحمدي كان قبليه احمد فتحي، عندك مين تاني؟ تعال نقارن. انا ثلاثة، المهم ثلاثة علمتونا يا كوتش ثلاثة، ان اللي عايز يمسك اي مباراة بيحزم خط ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح، لا انا بكلمك على الثلاثة في مباراة مصرية. انت داخل على ماتش المفروض ان انت ما عندكش خيارات غير المكسب. كويس. انما القماشة اللي عند كابتن شوقي غريب او اللعيبة الموجودة برضو انا بشوف ان هي غير يعني بتتحمل مسؤوليه كبيره جدا في خروج منتخب مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. احنا من امتى احنا بنحارب على ان احنا ندخل طيب احسن توالي؟ طب خلينا على المستوى الاخر، الغلطه جايه منين؟ يعني انا عندي التشكيل في لقاء تونس، انا عندي وسط الملعب مثلا احمد فتحي وحسام غالي ومحمد النني، وعندك المحمدي وفتحي، يعني فتحي بيميل اساسا ناحيه اليمين، هي دي حته، وصبري رحيل هو مجبر عليه ناحيه الشمال، وعلي جبر ومحمد نجيب ثابتين لان خلاص ما عندوش حل الراجل ده، لكن وسط الملعب هنا انا ألعب حسام غالي ليه يا كوتش؟ من الاخر كده ألعبه ليه؟ يعني غالي كل ما بينزل بتعمل لي مشكله كبيره، بيجيب لي جول. انت بتتكلم على حسام غالي بس، انت بلعب الحضري ليه؟ طب قول لي انت، هتقول لي الشناوي اتصاب ولا ما اتصابش؟ انا حاطط، لا انا بشوف مليون علامه تعجب. انا بشوف ان اولا مش عايزين نرجع لورا قوي، الاعداد كان طبعا اعداد هزيل، ما ينفعش ان انت داخل على بطوله او تصفيات زي التصفيات الافريقيه وبعديها تصفيات كاس العالم وتلعب 3 مباريات أو 4 مباريات كل واحده بتشكيل مختلف، لا يعني الوديات انت ما مأهلتش اللعيبه بالشكل المطلوب. تاني حاجه والنقطه الكبيره جدا اللي انا بشوفها ان هي كانت مأثره على المنتخب بجد، هي عدم انتظام مسابقة الدوري. الدوري كان لازم يتلعب اقل شهر بدري، شهر ونص بدري عن كده، لان احنا شفنا لما كابتن شوقي غريب زي تونس المسابقة اشتغلت حوالي 6 أسابيع أو 7 أسابيع، قدر يجيب بعض اللعيبة زي الراجل اللي هو بتاع الشرطة الهداف الدوري، زي مين تاني جابه، ابراهيم صلاح لما لعب، حازم امام، صبر الرحيل مع النادي الاهلي، قدر ان هو ياخد بعض اللعيبه من الدوري المحلي. يعني في الماتش اللي قبله بتاع السنغال ما جاب محمود تريزيجيه، اما انا بكلمك وكان متفوق جدا مع النادي الاهلي لما نزل منتخب، ما عملش حاجه، وقعد اتسام النقد تقول لك ده تاني مباراه دوليه. انا بكلمك يا استاذ محمد على الاختيارات الكابتن شوقي والاعداد بتاع المنتخب. الكابتن شوقي لو انت جبت من بدايه التصفيات الماتش الثاني بتاع بتسوانا 6 لعيبه جداد كانوا على التشكيل في المباراه الثانيه بتاع بتسوانا، والماتش اللي بعديه هتلاقي حوالي 4 لعيبه ماتش تونس اللي كان في مصر جداد على التشكيله. اقصد اقول ان كل مباراه من التصفيات كان الكابتن شوقي بيلعب بتشكيله متغيره. انت طبعا عاصرت الكابتن جوهري وعاصرت الكابتن حسن شحاته لفتره طويله، ثبات تشكيل مهم جدا. احنا اما كان بيدخل علينا لعيب في الملعب، لا اما بيدخل لايقاف
لعيب جديد على المجموعة بتاع 98 او المجموعة بتاع 2006 كابتن حسن، يا اما لعيب مصاب، يا اما لعيب عنده انذارين وموقوف، يا اما مفيش غير كده يعني. طيب. مفيش طيب. حد يقول على الاسئله اللي حضرتك قلتها بينيه، يعني لما نقول عصام الحضري دخل التشكيل ليه؟ لا هل عشان الشناوي كان متصاب بس؟ ما انا معترض، انا معترض على عصام الحضري. طيب وبالنسبه لحسام غالي؟ حسام غالي انا شايف ان هو باستثناء الكوره، انا من الماتشات اللي شفتها لحسام غالي غلطه بفوره يعني، ما كانش فيه ميس باس كتير. هي المباراه بتاعه تونس دي. طيب. وقبل ما يغلط انا سبحان الله قاعد مع ناس اصحابي بنتفرج على الماتش، بقول له هيغلط، لا وبقول له حسام يعني النهارده سبحان الله ما فيش ميس باس كتير. الكوره الوحيده اللي لو حضرتك جبت شريط المباراه وشفتها، الكوره الوحيده اللي كان فيها خطا هي الكره اللي جه منها، ما كانش محتاج اكتر من كده. طب قبل ما اسيب النقطه دي، اعتراضك على عصام الحضري اوفر ايج؟ لا مش اوفر ايج، انا اعتراضي على ان الكابتن شوقي غريب ما كانش معتمد على عصام الحضري بصفه اساسيه طول التصفيات، ما كانش مؤهله ان هو موجود في منتخب مصر، يعني التزام ادبي. فبالتالي انت لعبت الراجل محمد صبحي في المباراه اللي هي اللي كانت مع السنغال في مصر بعد اصابه الشناوي، والراجل حافظ على شباكه وما كانش شكله وحش في الفترة اللي لعب فيها او الدقايق اللي لعب وشارك مع منتخب مصر. اعتمد عليه يعني انا شايف ان صبحي حارس دولي بقاله فترة طويلة مع النادي الاسماعيلي وماشي بشكل قوي جدا وبقاله فترة من يعني الفترات. انا فاكر بعد اصابة الشناوي اول كرة جه طلع فيها صبحي، انا نفسي كنت بقول ايه يا ترى هو قلقان من جواه، لانه لا الكرة اللي قبلها دخل الجول، فهو دخل لا يعني كان تدخل مباشر. انا وانا قاعد اتفرج لا صبحي مش خايف صح. المحمدي لا، المحمدي ملوش بصمه مع منتخب مصر يعني. وبعدين انا من النار للدار ولا من الدار للنار، انا ما ينفعش ان انا راجل يعني محمدي ما شاركش ولا مباراه باستثناء مباراه. طب كان يعمل ايه، يسيب احمد فتحي زي ما كان لا احمد فتحي كان لازم يلعب ناحيه اليمين طبعا. وبعدين انا بشوف ان المحمدي غير منتج في حته الباك هنا في مع المنتخب بس انما بره انا بشوفه مع هال سيتي ماشي بشكل كويس جدا. محمدي الحته الدفاعيه برده عنده مش عاليه زي احمد فتحي. طب انا هقفل الورق كده عشان معايا دقيقه ونص وهسالك سؤال كده بره السكريبت. خلاص الوقت بيجري كده، ما بيجري دايما الوقت الحلو بيجري. انا اسالك سؤال كده بره الورق يعني. عماد متعب ايه قصته يعني؟ اكيد انت بتسمع ناس بتقول لك ايه خلاص متعب، لا بقى متعب ولا بقى اي حاجه خالص اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه، بينزل وبيجتهد بيجري بيحاول ما بيجيبش حاجه. عماد متعب عنده كام سنه؟ 30 سنه يعني، لسه صغير جدا على ان احنا نقول عماد خلاص عماد بطل عماد. انما هو لازم يساعد نفسه، الراجل لازم مش عماد يساعد نفسه. عماد لازم يجي له مدرب يرجعه بسرعه، لان مهم جدا المدرب في المرحله او الوقت. انا مريت بالوقت بتاع عماد ده وبطلت يعني، انا في الفتره اللي عماد بيمر بيها حسيت ان الكيرف خلاص، انا بطلت 31 سنه يعني انا بقول لعماد ان هو يعني يقفل ودنه ولازم يركز في شغله قوي، وملوش دعوه بالانتقادات عماد على المستوى الشخصي انا بشوف ان هو من احسن فراوده جت على مدار التاريخ الكره المصريه، انما هو لازم يساعد نفسه اكتر من كده، ان هو يرجع بالصوره اللي هو يعني هو كعماد متعب يشوفها، عماد متعب بتاع زمان. انما اللي احنا بنشوفه ده النهارده عماد موجود عماد مش موجود، عماد بيهدف عماد ما بيهدفش يعني. النهارده على مدار بدايه الدوري لغايه هذه اللحظه عماد متعب جاب 3 اهداف اللي هم جابهم الهاتريك. بس يعني القصه المحليه تختلف عن الدوليه. انا بشوف ان عماد متعب لعيب دولي، مواصفات لعيب دولي، انما محتاج ان هو يساعد نفسه رقم 1 ورقم 10، وفي نفس الوقت يجي له مدرب ياخد بايده كده زي كابتن شوقي. انما كان ما ينفعش ان انا يعني في تصفيات قويه زي التصفيات الافريقيه ان انا ارجع لعيب واقول ان هو يرجع بنسبه. انت مع تغيير الكابتن شوقي؟ لو جيت تسالني انا من الناس اللي بتحب الاستقرار. يعني انا عجبتني المقدمه بتاع حضرتك جدا جدا، ويعني جايه في الصميم. طب انا هفضل اغير واجيب ناس جديده تتعرف على ناس ثانيه، وبعد كده يروحوا يتابعوا الدوري المحلي. الكابتن شوقي يعني معذور يعني، انا انما ما بخلوهوش من المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه. جزيل الشكر يا كوتش، نورت في شغلك. ما هو دايما الوقت كده بيعدي يعني. نورتني يا كوتش.
ما تزعلوش زي لان انا اتقهرت من اللقاء الاخير بتاع منتخب مصر، لكن هي الفكره انه الكبير كبير ومش عشان مباراه او حتى تصفيات المنتخب المصري هيقع لتحت، هي بس الفكره ان احنا ازاي نبني عن طريق جمع صغار السن، قوه الاداء، عنفوان الملعب مع حد خبير كان يبقى كويس يعرف يلعب معانا. هنتقابل تاني ان شاء الله. سلام عليكم.